بالنسبة للموسم الرياضي 2018-2019 173 حادث عنف، توقيف 1327 شخص من بينهم 209 قاصة، تقديم 228 شخص أمام العدالة أين وضع 139 منهم رهن الحبس الإحتياطي. مرحلة الذهاب لموسم 2019-2020 هذا الموسم سجلنا 39 حادث شاغب، توقيف 444 شخص من بينهم 56 قاصر، تقديم 94 شخص أمام العدالة أين تم إيداع 17 منهم الحبس الاحتياطي وإجرائها، إعداد المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد البطاقات الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها.